كانت الأحجار الكريمة، إعداد وتقديم فريق عمر رشيد حباشو. رشيد حباشو أول عالم عربي متخصص في علم الأحجار الكريمة. تداولت صفحات التواصل الاجتماعي صوراً لتصميم خاتم مميز وصف بأنه أغرب خاتم خطوبة على الإطلاق. وبالنظر للصور يمكن أن نلاحظ أن الخاتم صنع من معدن فضي اللون، وثبتت عليه 3 حلقات وضعت فيها أحجار كريمة خضراء، وحيث كل حجر بمجموعة من أحجار الألماس الصغيرة، كما زين جسمه الأساسي أحجار زرقاء صغيرة كروية الشكل. لكن الفريد في هذا الخاتم هو أن تصميم حلقاته مميز لا يظهر إذا نظرنا إليه من زاوية واحدة، أما بالنظر إليه من باقي الجهات فيبدو تصميمه غريبا بشكل ملفت. وأثارت صور هذا الخاتم ردود فعل متباينة عند رواد الصفحات التواصل الاجتماعي، فمنهم من وصفه بالغريب، ومنهم من قال إنه أقبح خاتم خطوبة على الإطلاق، ومنهم من قال إن ألوانه غير متناسقة أبدا. شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو. لانضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجى إرسال طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهده على الشاشة. لانضمامك لفريق رشيد عمل حباشو، أول شبكة عالمية لخبراء الأحجار الكريمة، فإنك تستفيد بالمجان من استشارات في الأحجار الكريمة، فحص دوري مجاني في مختبر الأحجار الكريمة، ودورات تكوينية في مجال الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحجار الكريمة.